اللهم صل على النبي، ارفع الشعار. وعندك واحد كماله للهانم، اتفضل يا باشا. يسلم ايديتك، هذا الكشري تبعكم بطير العقل قد ما طيب. بجد والله؟ والله العظيم. وانت ايه رايك يا عم جورج؟ اوتشن كوست. كتير طيب. هم لو جربتوني بقى في شويه مفتقه، عايز اعمل لكم مفتقه انا. ايه؟ مفتقه دي حاجه عجينه كده زي المربى بس تقيله قوي يعني تقيله. مع شويه فطير يا. ايه وين رايح؟ ايه؟ انت حضرت الاكل جورج بده بالطاوله. لا ما يصحش برضه عمنا يعني. لا هذا السيستم هون. كلنا لازم نتشارك بكل شيء. طب انا هخش اغسل ايدي بقى. It is our blood that is in jail. أدعيني بجاوز. مية. ستيل واتسان. حمادة، أنت اليوم بصير لك أسبوع معنا، وجورج بده يعطيك معاشك قبل ما يدق بالطاولة ويشرب قهوته. مستعجلين على إيه بس يا مدام؟ ما تخلي عم جورج. مية، إيه تتوعيتي؟ من يوم ورايح كل أسبوع بتقبض مصرياتك. شو بك يا حمادة؟ شكلك متضايق من أول ما أخذت راتبك، في شي؟ لا أنا تمام، مفيش حاجة. إذا في شي خبرني، أصلاً ما عندك حدا تحكي معه هون غيري. اللي أقوله ممكن يزعلك أو زعل عم جورج، وأنا مش عايز زعل حد مني. بصراحة ربنا يعني أنا حاسس إن أنا من ساعة ما كده عندكم حاسس إنكم أهلي. إذا عن جد حاسس إنه نحن أهلك احكي، شو بك؟ الأجر شوية يعني، يعني أنا متوقع حاجة تانية. أكيد حسبت غلط. إزاي يعني؟ ما أنا بشتغل ليل نهار، من حق إن أنا أقفش أجري حاسس إن أنا راجل محترم. خلينا نفكر باللي قلته منطقياً ونحلله شوي شوي ونحكي فيه بالتفاصيل. ممكن؟ وإلا رح تضل أخذ على خاطرك وزعلك ما رح يخليك تفكر مظبوط. أولاً وهيدا أهم شيء، الاحترام ما خصه بالمصاري. الاحترام هو إحساس جواتك، شو بتشتغل وقديه بتطلع، هيدا موضوع تاني. يعني أنت عايزة تقنعيني إنك بتحترمي عمل البنزين أكتر من الدكتور؟ ما المفروض نفكر بغيرنا أو برأي الناس فينا، المفروض نفكر بحالنا بس. خلينا نتخيل سيارة إسعاف فيها مريض بين الحياة والموت، والسيارة ما فيها بنزين. بهاللحظة بالذات مين الأهم؟ الشخص اللي بده يحط بنزين بالسيارة ولا الدكتور؟ العيان. نعم؟ أنا فاهمك والله يعني، بس يعني برضو الناس بتبص للدكتور لأنه باشا، وهالشي ما رح يفرق لا مع الدكتور ولا مع الناس. خلينا ننتقل لنقطة تانية بكلامك. أنت عايش معنا بالبيت وعم تاكل من أكلاتنا، وإذا طلع عبالك حيالله شي مي عصير بتفتح البراد وبتاخد. يعني باختصار هيدا كله من أجرك، مش ببلاش ولا كرمال سويد عيونك. كده على الاكل والشرب والنومه مخصوصا من اجري؟ نعم، هيدا كله من ورا شغلك، وهيدا الشيء لحاله يدعو للاحترام. مزبوط هيك؟ مزبوط. وترمه البنزين، انت عارف قد ايه عم نطلع باليوم، وعارف انه المكسب مش كتير. ما انا بشتغل زي زيك واحسن كمان. مزبوط، انت عم بتساعدنا انا وجورج، بس ما تنسى المكسب عم يتقسم على ثلاثه، قبل كان يتقسم بس على اثنين. ايوه بس انا كنت فاكر ان الحوار يعني نمشي سكه ثانيه. ده يايدو، بعتقد الصورة وضحت هيك. يا أولاد اللذينة، يعني خصمين حق النومة والأكل؟ راح فينا بنت عز؟ رايح الشغل والله العظيم. من هنا ورايح مفيش شغل، يلا اجري غير هدومك. يلا اخفي من قدامي. حاضر. ليه كده بس يا راجل؟ اسكت انت واخرى، انا مش ناقصك.
يعني لما تقعدها في البيت هنجوزها منين؟ وانت فاكرة ان بنتك هتتجوز بعد فضيحتها ما بقت بجلاجل في الحارة؟ انا عايز الناس تنسى، وإلا كل يوم هيطلع لها ألف واحد زي عبد الله. المرة اللي فاتت كانت سليمة، محدش ضامن المرة الجاية ايه اللي يحصل. خلاص اللي تشوفه يا أخويا. ويكون في علمك من هنا ورايح وانا خارج هقفل عليكم بالمفتاح، لا تروحوا لحد ولا حد يجيلكوا. الله، طب وطلباتنا ومصالحنا؟ تتوقف كل الحاجات دي لغاية ما الناس تنسى ولا يتشغلوا بفضيحة تانية؟ وإن كان على طلباتكم وحبانا أجيبها لكم. أنت مش شايف إنك مزودها حبتين؟ أنا قلت اللي عندي اعتدال، عندي كلمة تانية يبقى هدومك وعلى بيت أخوكي. دي أوضة بابا ودي كانت أوضتي بس دلوقتي فاضية، وهنا بقى أوضة منى أختي بس دلوقتي برضو فاضية، وهنا المطبخ. التلاجة هتلاقي فيها كل حاجة، سايبلك فيها أكل وكل حاجة، إنما من الشهر الجاي أنت اللي هتبقي تجيبي كل اللي أنت عايزاه في الشقة. طيب؟ شوف يا حاجة، عادة بابا لطيف بس هو ساعات بيتوه كده وما بيبقاش مركز، وعشان كده بقى ممنوع منعاً باتاً إنه يخرج الشارع، عشان لو خرج هيتوه. حاضر يا دكتور سري. بصراحة كمان يا محمدة بابا عصبي شوية، وده بقى طبعه للزمن ما غيروش فيه، عشان كده عايزك انت تبقي هاديه. انا الشهر ده هحاسب لك اجره الشهر بالكامل، وكمان هحاسب لك فلوس عشان مصاريف البيت، انما من الشهر الجاي انت اللي هتيجي عند البيت عشان تاخدي الاجره. انا ساكن قريب من هنا، تالت شارع على اليمين. ايوه يا دكتور، بس الفلوس دي كتير قوي، هو انت حضرتك مش هتيجي تاني؟ لا طبعا هاجي، ده ابويا يا محمد، بس انا الحقيقه يعني اليومين دول مشغول شويه، فعشان كده زياراتي بتبقى قليله. وبعدين انا مطمن لك يا محمد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمده. نعم. اوعي تمشي الا لما الممرضه اللي بتيجي بالليل تستلم منك، يعني ممنوع منعا باتا ان هو يتساب لوحده، ولو في يوم الممرضه ما جاتش كلميني، ها قولي لي، وانا اول الشهر هخصم الفلوس دي منها وحدها لك. حاضر يا دكتور. خدي، انا هسيب لك رقم تليفون، اوعي تكلميني فيه إلا إذا حصل أمر الله. ربنا ما يجيب شر. الموت مش شر يا محمدة، الموت راحة. سلام. حمادة، شو بتعمل عندك؟ ببص على مكنة الغسيل دي، هي ما بتشتغلش. هي المكنة اشتروها جورج وماك طيصير في عنا خدمة غسيل سيارات، بس للأسف نقوها نوعية مش منيحة، ما كملها وما نطر الشركة تتجي تزبطها وتشغلها. اجتهد يعني وركبها بنفسه. والنتيجة مثل ما شايف، المكنة وقفت وما اشتغلت، والشركة رفضت تجي تاخدها تسترجعها أو حتى تصلح لنا إياها، فسقطت كفلتها وبعدها حالة من وقتها. اللي ركبها حمار وعفياجي. تعمل لها كتير دي؟ تعمل كيف يعني؟ شو بدها تعمل؟ يعني تمنها. تمنها كتير يا حمادة، نحن لما جبناها كنا مفكرين نكسب كتير، لا كسبنا والمصريات اللي حطيناهم عليها خسرناهم. بلاها هالقصة الحزينة، تعا ساعدنا الدنيا عم تشتب نفوت الغراض.